السلام عليكم ورحمة الله مشاهدين الأفاضل، أهلا وسهلا بكم من جديد في هذا الفيديو. كيفية الإنهاء لهذه الجلابة السوداء، لها ضرس متصل فوق الضرس المتصل، ثم بعد جمع الطرفين الملء العيون بالعقيق سرع حسب ما وعدتكم في الفيديو السابق. في فيديو قادم إن شاء الله أريكم نفس الخدمة وفي جلابة أخرى هي سوداء اللون. ها هي، إذن ها هي هذه الجلابة، سأقوم بإنجاز لها نفس هذا الدرس في الفيديو القادم إن شاء الله. إذن مشاهدين الأفاضل، قبل كل شيء أقوم بوضع هذا المخطف في طرف طوي الكوب، ثم اختار هذا المفتل ثم اختار هذا الترسان الغليظ، تم غزله جيدا. بعد غزل الحرير اقوم بترطيق هذا الترسان الغليظ بعد حساب 6 سنتيمترات من طرف طويل الكوب، ثم أقوم بترطيقه جيدا، وبعد ذلك أضع عين، كل عين أضرب فيها، العين الأولى مثلا أضرب فيها حوالي 3 ضربات، وأستمر في عمل العينين حسب ما تشاهدون معي في هذا الفيديو. ضرس متصل على شكل عيون، نحن نقول العيون متصلين، فكل عين حسب ما ترون معي كل عين أضرب فيها ضربتين بالإبرة والخيط، وأستمر العمل يعني غرزة بعد غرزة وعين تابع عين حتى إكمال هذا الطرف من النستوك. وإلى هنا وصلت إلى إنهاء الدرس الأول. ثم أقوم بترطيق هذا الترسان الغليظ، أقوم بترطيقه جيدا بهذا الخيط، إذن ها هو الدرس، العيون متصلين. وإلى هنا أقوم بمرحلة جديدة وهي الدرس الثاني. الدرس الثاني هو كل عين من الدرس الأول فوقها عين أخرى، وكل عين يعني تابعين أقوم باتصال الدرس فوق الدرس. مثلا في الدرس الأول مثلا 50 عينا، وفي الدرس الثاني أقوم بوضع 50 عينا، هكذا ليساعدنا جيدا في التخراس مثلا أو الملء بالعقيق سرع، أو مثلا تخراس على شكل عدة أشكال من التخراس. إذا مشاهدين الأفاضل، بعدما قمت بالدرس الأول والآن أقوم بالدرس الثاني، عين تابعين حتى إكمال هذا الطرف من النستوك. والآن أترككم مع بقايا الفيديو،
ومع موسيقى هادئة.